سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا أماني وإن هم إلا يظنون فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ 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 ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثم يقولون هذا من يقولون هذا من عند الله
اشتروا به ثمنا ثم يقولون هذا من عند الله اشتروا به ثمنا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا اشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم فويل لهم فويل لهم مما فويل فويل لهم مما كتبت فويل لهم مما كتبت فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم وويل لهم وويل لهم مما وويل لهم وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكسبون يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله اشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون فويل يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل
يكسبون وويل لهم مما يكسبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.